سلام البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناه الهاميه. اليوم ان شاء الله تجيكم بوصفه جديده، وصفه هايله، هي وصفه كوكا على طريقتي. نتمنى تجربوها، راح تعجبكم بزاف، سهله ما فيهاش المقادير وتنجح لكم من اول مره. يعني نقدر نقولوا لها بي كوكا ولا بيتزا مغطات. نبداو بالمقادير. اول حاجه عندي ربع كيسان نتاع فرينه. دائما نقول لكم الكاس اللي كيلو بيه هو هذا، يعني ليا في 240 ملي. عندنا بيضه، عندنا نص باكي نتاع خميره او مغرفه صغيره خميره. عندي مغرفه كبيره خميره، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره سكر، وعندي الحليب الدافئ باه نلمو العجينه تاعي. نبداو بالمقادير. اول حاجه راح ندير الفرينة تاعي. نبداو بالنواشف. دائما عندي مغرفة كبيرة نتاع الخميرة، مغرفة صغيرة تاع السكر، مغرفة صغيرة نتاع الملح. يعني حنا نعطيك انا المقادير هذو وانتي تقدري تضعفي المقادير تاعك حتى ديري كمية اكثر. هنا درت البيض والزيت نتاعي، راح نبدا نضيف الحليب الدافئ. نبدا نخلط المكونات، نضيف الحليب حتى تسلم لي العجينة تاعي. نحاول نضيفو بالعقل باه منجلبش العجينة. راح ندلكها قليلا فقط، يعني مش راح تعبني بزاف وعني نعجنها. ندلكها نتحصل على عجينة طرية متماسكة. العجينة تاعي طرية، راح نقسمها على زوج كيما على بالكم، طبقة له تحتانية والطبقة فوقانية. راح تكون الطبقة التحتانية شوي أكثر من الطبقة الفوقانية. نلمها ونخليها ترتاح في الوقت اللي نروح نوجد الحشو تاعي. هنا بعد ما طيبت لاصوص تاعي كيما راكم تشوفوا، انا اخترت اني ندير صوص طوماط عاديه كيما راكم تشوفوا، يعني ما درت لها ني بصلاني. تقدري تستعملي نتيا حسب اختيارك، حسب الرغبه تاعك. الحشو دائما يبقى اختيارك. تقدري تستعملي بصله وطماطم، تقدري تستعملي لا فيون داشي مع الطماطم كيما حبيتي. انا راح ندير غير طماطم والفرماج، هذا نحبوها احنا في الدار. يعني درت طماطم كنت رحيتها، زدت لها شويه ملح، شويه فلفل كحل، سنه ثوم، وخليتها تطيب. بعد ما طابت هي راح نبدا نحمل العجينه. بعد ما طابت لي جبت العجينه تاعي، راح نبدا نحمل البيضه باش تكون لاصوص طوماط تاعي بردت. بسم الله، نحاول نحلها.
البلاطو تاعي كنت درتلو الزيت هانتو نفرش العجينة تاعي في البلاطو اللي عندي أنا مش راح تعيك هاد العجينة هنا فقط لازم نخليو الحواشي كيما راكم تشوفوا الحواشي تاعي راح نخليهم ونطلعهم هكذا من بعد راح نسحقهم باه نسكر الكوكا تاعي هنا راح نجيب لاصوص طوماط تاعي نبدا نفرخها على كامل صالح العجينة تاعي يعني تقدروا ديروا حتى قطع تاع سكالوب ولا الدجاج تقدروا ديروا بالطون شو اختيارك نوزعها على كامل العجينة راح نخليها جانبا ونبدا نحلل العجينة تاعي عفوا قبل ما ننسى راح ندير فرماج كنت رابيتو من قبل يزيد لنا بنة هايلة فرماج هذا كما قلت لكم نخلي بلاطو تاعي جانب نروحو نحلو العجينة الثانية بعد ما خليتها تستراح يعني راح تطلع أتمنى زيدوا تجربوا هذه الوصفة وتعجبكم نكمل نحط الطبقة صالح نشعل الفرن تاعي نبداو أول حاجة نقصو هاد الزيت الزايدين نتاع العجينة Thank you.
نحتاجهم لك من بعد في التزيين. هنسكر كروكاتيري بالطبقة الأولى كما قلت لكم، كاين الجوانب هذوك اللي خليناهم، هذوك راح نسكر بهم. نكمل كامل الجوانب تبعي. خرج لي شوية، حاولوا اني ما نخليش الطماطم تاعي تخرج. من بعد راح نروحو ندهنو السطح نتاع الكوكا. نروح للمرحلة الموالية، هي راح نقسمو الكوكا تاعي، يعني لازم نقسموها قبل ما نديروها في الفرن. ما نشوفو نقدر نقسمها هكذا، نقدر نقسمها على ثلاثة، يعني من الأفضل أني نقسمها على ثلاثة. من بعد راح نروح نزينها، راح نزينها بالزيتون الأسود ونفس العجينة، يعني راح نحللها جانبا. نقدروا مثلا نقعوها كما هكذا في الدوائر، حنديرو بهم مثلا. نكمل العملية ونتلقي فيما بعد إن شاء الله. هذه هي بيتزاتي بعد ما زينتها كما راكم تشوفوا، راح ندخلها للفرن من تحت ونزيد نحمرها من الفوق، ونلتقي فيما بعد إن شاء الله. حبوباتي هذه الكوكا تاعي بعد ما طابس كما راكم تشوفوا، حتجيني تشهي، اللون تاعها روعه.
انصحكم تجربوها. رحنا نقسمها ونلتقي في صحن التقديم. احنا البنات بعد ما حطيت الكوكاتاي في صحن التقديم، يعني نعتذر منكم بزاف، كان خلل يعني كي جيت ندير المونتاج الفيديو تاع كي قسمت لكم الحبه، يعني ما حبش يمشي لي، سامحوني بزاف على غالب ديبانيتكم بهال الفيديو، يعني مزيه كنت خطفته وصورتها هكذا بلا ما نهدر. هذه هي الكوكاتاي تاعنا اليوم، نتمنى تكون عجبتكم وتجربوها، وعلى بالي مش حتندموا عليها. ما عليا غير نقولكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتخليولي تعليقاتكم إلى عندكم أي استفسارات. إلى الملتقى إن شاء الله. سلام.